بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل شباب مشوارنا في موضوع قسم الكفالات وخطابات الضمان. شباب، الكفالات وخطابات الضمان لو بدنا نعرفها بنقول إن هي التزام بشيء ما، أو ممكن نقول إن هي تعهد خطي صادر من البنك بناء على طلب العميل، لكي يقوم بتقديم الكفالة إلى جهة ما بأن يدفع نيابة عن العميل. يعني لو صار في أي خلل أو مشكلة فإن البنك سوف يقوم بالدفع أو بتحمل الضرر نيابة عن العميل. متى؟ بمجرد المطالبة خلال مدة سريان الكفالة. يعني مقاول أراد بناء مبنى، دخل مناقصة مع الحكومة لكي يقوم ببناء مبنى، مثلا مبنى دي، مبنى في الكلية، كويس؟ طبعا الحكومة تطلب من المقاول بإحضار كفيل، يكفل له حسن التنفيذ، تمام؟ طبعا خلال فترة البناء وما بعد البناء. طيب مين هو الكفيل القوي الممكن يكون يكفل العميل؟ طبعا الكفيل القوي أقوى شيء هو البنك، فبروح المقاول بالتوجه إلى البنك طالبا منه أن يقوم بكفالته في أن يقوم بكفالته لدى ال أن يقوم بكفالته لدى مين؟ لدى الحكومة. تمام هيك؟ تمام. الحين الآن طبعا هنا البنك بيكفل العميل، أي عميل؟ لا طبعا عميل بيكون له سمعة مالية، ملاءة مالية، قادر على إيش؟ تنفيذ الأعمال والمهام، كويس؟ وما شابه. طبعا هنا لو أنا بدي أحكي في أنواع الكفالات كثيرة، فخلي النظري لكم، كويس؟ ونشوف بعض الأشياء بسيطة. لو تكلمنا عن أنواع الكفالات، في كفالة ابتدائية وهي كفالة تطلب عند الدخول في العطاء أو تقديم العطاء أو المناقصة. لما أنا بدي أدخل في الحكومة منزلة مناقصة بناء مبنى، أنا كمقاول علشان أدخل في موضوع أدخل للمشاركة في تقديم عرض أطلب فيه البناء، فالحكومة تطلب مني ايش؟ تطلب مني كفيل دخول مناقصة. يعني مش معقول انه انا ادخل مناقصة بدون كفيل، ولما يرسي علي العطاء او المناقصة اروح اهرب. لا، بدي حد يكفلك. فهنا هذا الكفالة تنتهي بانتهاء
المناقصة. إذا رس علي رست علي المناقصة لازم أروح أجيب كفالة أو خطاب جديد يكفلني خلال مدة تنفيذ المقاولة وما بعد التنفيذ. هنا في كفالات مقابل دفعات مقدما، يعني أحيانا بكون المقاول عشان ينفذ بناء مبنى ما فيش عنده المقدرة المالية إنه يدفع مليون دولار حتى يجيب المواد الأولية، فبطلب من الحكومة يا حكومة أعطيني مصاري أموال حتى أقوم بشراء الإيش المواد. الحكومة بتخاف تقوم إعطاء تعطيه أموال يروح إيش يسرق المال ويهرب، فبدها كفيل فالبنك بيقفل. حسن التنفيذ، كفاءة حسن التنفيذ، هذه كفالة يا شباب تتم بعد تنفيذ المقاولة. بطلب من المقاول ان يجيب كفاءة حسن التنفيذ. كفاءة حسن التنفيذ هذا تخدم الحكومة او الوزارة ما بعد الانتهاء من تسليم المبنى كويس لفترة سنة أو سنتين لضمان أن هناك أن لا يكون هناك أخطاء أو مشاكل في التنفيذ. طبعا هناك أحيانا في أخطاء أو مشاكل لا تظهر إلا بعد سنة أو سنتين، فهذه بدي أنا كفالة حسن تنفيذ إنه أنا أي مشكلة تظهر خلال سنتين أنا كوزارة بدي أرجع لمين؟ للبنك، والبنك بدي أرجع لمين؟ للمقاول. تمام. طيب في كفالة الصيانة، كفالة جمركية، مو هذه الكفالات انواع كفالات كثيرة. طيب الان بدي اياه هنا في كفالات بإغضاء نقدي، يعني انه انا في كفالة انه انا بروح للبنك بقول للبنك يا بنك اكفلني. البنك بيقول انا بكفلك يا عمي بس بشرط اعطيني اموال تامين، اديني 20% من قيمه الايش المناقصه علشان لو صار عندك اي مشكله اكون انا عندي اموال اغطيه. انا مش مستعد كبنك ادفع من جيبتي، لا اعطيني اموال مثلا المبنى المناقصه مليون دولار، اعطيني 200,000 دولار كتغطية أو تأمين نقدي في حال وجود أي مشكلة يكون أنا عندي سيولة أغطيك بالكلام هذا. في عندي كفالة غطاء عيني، يعني رهن عيني، يعني أنا مش معي مصاري بدي أرهن بيتي، يعني أنا بدي كفالة أو في المقابل أنا أرهن البيت بتاعي أو أرهن الشركة أو أرهن الأرض أو ما شابه. في النوع الثالث هي الكفالة على المكشوف. إيش يعني مكشوف؟ يعني بدون أي غطاء نقدي تتوقف الكفالة هذه على جودة وسمعة العميل ومركزه المالي. يعني مثلا الكفالة لو شركة جوال بدها كفالة مش معقول أطلب منها تأمين أو أطلب منها رهن او اطلب من اي شيء لان وضعها المالي ايش يعني يضمن. تمام. طبعا كفالة انواعها كثير. أول شيء يا شباب
أول شيء يا شباب، لما يتقدم العميل للبنك ويطلب كفالة، أول شيء البنك حيقول للعميل: يا عميل أعطيني تأمين رهن بحيث إنه صار عندك أي مشكلة أغطيك. طبعا هذا بتوقف على سمعته ومكانة العميل. طبعا المقاول حيقوم بينصاع لأوامر البنك، حيروح ايش يسوي؟ يدفع للبنك عمولة مصاريف ويدفع له ايش؟ الرهن النقدي او التأمين. طبعا انا بحط انا رصيد الي في البنك انه هاي مثلا المنقصة $1,000,000، لما ادفع تأمين 20% اذا انا دافع $200,000 كتأمين حتى يقوم البنك بإعطائي ايش؟ خطاب ضمان. اذا اما البنك هيحصل نقدا او هيخصم قيمة التأمين والمصاريف من حساب جاري المقاول. ماشي؟ الى مذكورين إيراد عمولة ومصاريف تقضية مصاريف وفي عندي تأمينات نقدية. إذا قام العميل بدفع الكلام هذا يقوم البنك بإعطاء العميل خطاب ضمان اسمه قيد تبعه. طبعا هذا يا شباب برضو هذا يعتبر قيد نظامي. قيد نظامي، ايش يعني قيد نظامي؟ يعني قيد لا يترتب عليه اي مطالبة مالية، لا يترتب عليه اي مطالبة مالية، ما هو الا بغرض الرقابة على خطابات الضمان والمتابعة. تمام؟ اذا بدكم تميزوا هنا إنه القيد بيقول من حساب تعهدات العملاء في المقابل يتعهد البنك. إذا تعهد العميل بحسن التنفيذ افهموها، إذا تعهد العميل بحسن التنفيذ فإن البنك يتعهد بالكفالة. تمام؟ طبعا هنا مقابل كفالات مقابل كفالات، ونذكر قيمة الكفالة. تمام هيك؟ طيب العميل فرضا انه ما فيش عنده سيولة، بنقول له اعطيني رهن. هنا في الرهن معناته هنعمل كمان قيد نثبت فيه ان هناك اوراق مالية او اوراق تجارية او اصول او ما شابه مرهونة للكفالة. اذا حكون عندي قيدين نظاميين، قيد الكفالة وقيد رهن اصل الكفالة. اذا هنا في حال انه العميل رفض، حال العميل ما فيش عنده سيولة يعني مش هيكون عندي القيد هذا. في المقابل ايش هيكون عندي هنا؟ عندي قيد ثاني بسميه من حساب قيد نظام الثاني نثبت فيه انه انا عندي اوراق مالية او اوراق تجارية مرهونة كايش؟ ضمان للكفالات. تمام؟ وهي قيد نظامي وتعرفنا كيف بنعمل بالتوصيل. اذا عند هنا يكون المقاول قد حصل على الكفالة، ورقة الكفالة، وراح أخذ ورقة الكفالة وراح يقدمها لمين؟ للجهة الحكومية. فيس؟ تمام. هيك الجزء الأول أو المرحلة الأولى، مرحلة إيش؟ الحصول على الكفالة ودفع التأمين.
أو تقديم رهن. هذا واحد حل إيش؟ الأولى المرحلة الأولى. المرحلة الثانية مرحلة بعد انتهاء التنفيذ. طبعا في حال التنفيذ في عندي إيش؟ في عندي حالتين، الأولى التنفيذ على أكمل وجه، الحالة الثانية وقوع أضرار بالوزارة يتوجب التعويض. يا شباب اللي مش ظاهر عندي، انا العموم انا قاعد بسجل في المحاضرة وحنزلها على اليوتيوب. ماشي؟ طيب الحين هم حالتين فيش غيرهم. إما الحالة الأولى قيام العميل بالتنفيذ على أكمل وجه، قيام العميل بالتنفيذ على أكمل وجه، قيام العميل بالتنفيذ على أكمل وجه، وهنا فيش عندي مشكلة. كل ما مطلوب مني القيد النظامي اللي أنا عملته بدي ألغيه. كيف ألغيه؟ قلنا من حساب تعهدات، قلنا من حساب تعهدات العملاء إلى البنك، إلى تعهدات البنك. هنا هنقول عكسها، من حساب تعهدات البنك إلى حساب تعهدات العملاء، وخلصنا. وبعدين بسترد التأمين بتاعي اللي هو دفعته هان. مش أنا دفعت تأمين هان؟ لما ينتهي مدة الخطاب الضمان بدون أي أضرار، في الحالة هذه يكون من حق العميل باسترداد التأمين. يكون حق العميل انه يسترد التامين. فهنا يقوم البنك برد التامين اما نقدا او حط المبلغ في حساب العميل. يتم وضع قيمه المبلغ، مبلغ التامين، ونحطه في حساب مين؟ العميل. اذا من حساب تامينات برسم او تأمين كفلات إلى حساب الخزينة. هنا عطلوا هذا يا شباب. هذا الحالة الأولى فيش عندي مشكلة. إذا في الحالة الأولى بلغ القيد النظامي، وبعد بلغ القيد النظامي وبعد ملغى القيد النظامي إيش بسوي؟ بروح
هاي عشان يكون القيد صح الحساب تامينات. آسف، تعال نشوف القيد. تأمينات الكفالات، تأمينات نقدية، أو حسب أي حسب إيش بكون؟ تأكيد غلط. ماشي. إذا من حق العميل يسوي يسترد التأمين طالما فيش عنده مشاكل. الحالة الثانية، هناك أضرار وقعت. هناك حالة ثانية، وقوع أضرار لحقت بالمؤسسة تحتاج التعويض. في الحالة هذه في كل الأحوال يا شباب، القيد النظامي سوف يتم إيش؟ إلغاؤه لو انتهى دوره. بيجي الحين يقوم البنك بالتسديد. مين؟ الوزارة أو المؤسسة. طيب عفرض ان التأمين هنا 9500 وقام البنك بتسديد المؤسسة ب 7000. ماشي يا شباب، انا اخذت تأمين من العميل بقيمة 9500 وصار عنده أضرار، معناته إنه 9500 هنا لاحظين إلى كويس. 9500 لما أنا بدي أروح أعوض المؤسسة تأمينات كانت داينة صارت مدينة 9500. افرض المؤسسة بدها 7000 متبقي 2500، حقوم بردهم لمين؟ للعميل المقاول. طب السؤال، 9500 غطينا فيهم تعويض المؤسسة والباقي مين وين راح؟ راح لدى لدى العميل إما نقدا أو يوضع في حسابه الجاري. طيب في حالة ثانية، إنه التأمين 9500 لكن قيمة الضرر اللي بده إياه العميل 11000. إذا مطلوب مني آخذ من حساب جاري العميل 1500. طيب فرضا إنه حساب جاري العميل فيش فيه مصاري، في مصاري فيش في مصاري، انا حخصم من حساب العميل وفيش مصاري، معناته حصير يسحب على المكشوف، حصير ايش؟ بالرصيد مدين سحب على المكشوف بنسمي، او بنحط في حساب زمم مدينة من عن عن كفالة، هي نفسها هذه. تمام؟ إذا هذا بلناش فيه ونشوف هذا. هاي أنا يعني ما فيش أنا عندي في كفالات حاجة كتيرة، هو كل اللي عندي في الكفالات ثلاث أو أربع قيود. قايد عندي عندي
قيد تزامي بنقول من حساب تعهدات العملاء مقابل كفالات إلى تعهدات البنك مقابل كفالات. هاي قيد النظام الأول. فايز أخذ قيد نظامي. طبعاً هنا قبل قيد نظامي لازم العميل يروح بدفع المبالغ المستحقة عليه، وهي متمثلة في قيمة التأمين تأمينات، وعندي عمولة كان فيه ومصاريف. هاي القيدين اللي بنعمله أول ما أطلب أنا كعميل كفالة، حقول لي روح ادفع مصاريف تعال، تمام. بعد ما اروح ادفع الرهن ايش بيصير هنا عندي؟ ساعتها البنك بروح بيعطيني ايش؟ كفالة، تمام؟ ان شاء الله تمام. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية مرحلة التنفيذ وما بعد التنفيذ. هنا إذا تم التنفيذ على أكمل وجه وانتهت مدة الكفالات، والكفالة الشباب إلها مدة، هنا يتم إلغاء القائد النظامي. فأقول هاي القائد النظامي، إلغاء القائد النظامي، العملاء بنزلها تحت وتعهدات فوق، بصير من حساب تعهدات العمل البنك إلى حساب تعهدات إيش؟ العملاء. تمام هيك؟ تمام. هاي المرحلة إذا تم التنفيذ على أكمل وجه. خلصنا. ثم استرداد قيمة التأمين. فبقول تأمين دين ولا مدين؟ هاي دائن. لما يسترده من حساب التأمينات النقدية، طبعا التأمينات خلاص، إلى مين؟ الخزينة إذا سحبنا المبلغ نقدا أو تم وضع المبلغ في حساب جاري العمل.
وبكون انتهينا. في حالة اثنين، في حالة وقوع ضرر بالمؤسسة وطلبت التعويض، صار في ضرر بالمؤسسة وطلبت التعويض، هنا في كل الأحوال إلغاء القيد النظامي. هاي كل الأحوال بدل القيد هذا بعيد تاني. ثم عمل تسوية على قيمة تأمينات. كيف تسوية؟ باجي بشوف إذ بشوف أنا في حالة أن التأمين يغطي التعويض، في حالة التأمين يغطي التعويض ويزيد، هنا في الحالة هذا ايش بقول؟ في كل الأحوال حقول من حساب التأمينات إلى مذكوري. إلى حساب إيش؟ حسابات جارية المستفيد اللي هي المؤسسة، والمتبقي إلى حساب حسابات جارية العملاء اللي هي المقاول بالمتبقي. ايش في زيادة؟ بنحط في حساب العميل. طيب في حال ان قيمة التأمين لا تكفي، هنا نفس الشيء ولكن العميل هنا ملزم بإيش؟ أنا التأمين أخذت منه التأمين، قلنا على الفرض لو قلنا هنا آسف لو قلنا هنا قيمة التأمين 6500 والمستفيد التعويض قيمة 7000، إذن المقاول حيرجع له 2500. تمام. الحالة الثانية التأمين 9500 ولكن بكفيش، ايش الحل؟ بكل الاحوال مثلا هنا المؤسسة بدها تعويض ب 11000 والتأمين في 9500، الباقي المبلغ هنغطيه من حساب جاري العميل او نقول زمم مقاولات زي ما كتب لي هنا، زمم ايش؟ مدينة، زمم على كفالة. تمام؟ وبكون خلصنا من محاضرة الكفالة. بس هاي عندي لو انت لاحظين انا شي عندي نرجع تاني. اول شيء حصلنا على التأمين، في عندي قيد نظامي، قيد نظامي هذا اذا انتهينا منه يلغى وهي درجة زيادة. التأمين لأنا ايش استلمته اذا بشي لازمة
حتم رده، وهقوم حساب التأمينات للحساب الحسابات الجارية. إذا هناك حاجة تعويضات فبروح بعطي المؤسسة ما تطلب من رافع الضرائب. هاي كل الكلام. باين عندي حاجة واحدة، ونشوف حل أسئلة الكتاب. طبعا حل أسئلة الكتاب أساسا محلولة في الفيديوهات، بس تعال نشوف كيف بدنا ايش نحل. فيش عندي إلا هديل. تمام. بدل عندي ايش؟ حل التمرين. ناخذ اول تمرين ونحله على البركة. هاي التمرين الأول، بقول لي في عندي كفالة أصدرها البنك بناء على طلب العميل. أول شيء إيش صار عندي هنا؟ العميل حيحصل على إيش؟ العميل حيدفع تأمين. نيجي هنا وناخذ القيد هذا عشان نطبقه عنا، بدل ما نكتبه كمان مرة. تعال نشوف. هاي عندي حسابات الجارية، التقييم التأمين 40% من 50,000. إيش يعني؟ يعني 20,000. العمولة 1%. إيش معنى 1%؟ يعني 500. إيش يعني 500؟ كيف يبناها؟ 50,000 ضرب 1 تقسيم 100. شيل صفرين. مصاريف فيش عندي، خلصنا. إذا المبلغ اللي أنا كعميل بدي أدفعه للبنك 20,500. تمام. وبعدين طالما دفع التأمين، يقوم البنك بطباعة الكفالة للعميل. طبعا يا شباب، البنك بيكفى للعميل بقيمة التعويض، بقيمة ليش الكفالة هي 50,000. بيكفاش بالزيادة. ناخذ البند الثاني. ايش بحكي لي؟ كفالة سبق إصدارها بناء على طلب العميل سمير، انتهت وألغيت بعد أن نفذ سمير الالتزام الوارد بالكفالة تأمينها 20%. يعني عميل سمير سبق وأن دفع التأمين هذا وعمل قيد نظامي. الحين المرحلة الثانية انه نفذ اللي عليه، حنقوم بالغاء القيد النظامي ورد ايش؟ رد الايش؟ الغاء القيد النظامي، وحرد التأمين لمين؟ لسمير. ايش حقول هنا؟ ها، رد التأمين لسمير. حقول قيمة التأمين قديش؟ 12,000 من حساب تأمينات، 12,000 إلى حسابات جارية. هكذا نيجي بعدها.
شوف اللي بعدها، كفالات دفعها البنك، تأميناتها 50%، ويوجد حساب جاري للعميل 70,000 قيمة كفالة دفعها البنك. يعني البنك دفع كفالة بقيمة 70,000، في تأمين 35,000، هي النص. معناته إنه البنك، إن قصدي أقول لك إنه هان، إنه العميل قام بضرر لحق بالمؤسسة، والمؤسسة طلبت من البنك تعويض، البنك راح بتعويض المؤسسة بقيمة 70,000. إذن 70,000 مبلغ راح إلى مين؟ حسابات جارية المستفيد، اللي هي المؤسسة التي لحق بها ضرر. طب البنك من وين عوض؟ من 35,000 قيمة إيش؟ التأمينات اللي أخذها، والباقي حيطالب العميل بأنه يا عميل أعطينا باقي المبلغ ذمم كفالات، أو إذا كان في حسابه الجاري مصاري بناخذ نقصه من حسابه، فيش ما حسابه بيكون في ذمم كفالات. على كل الأحوال حاسين حسابه هنا إيش؟ مكشوف. ثم إلغاء القائد النظامي، إلغاء القائد النظامي، بقول فيه 70,000 لحساب تعهدات البنك، 70,000 لحساب تعهدات العمل. آخر شيء كفالات انتهت وتم الاتفاق على تجديدها 4 شهور. شباب هنا تجديدها معناته ايش؟ يعني افترض ان الكفالة انتهت، البنك حيروح برد الكفالة التأمين لاصحابه؟ لا، هنا بروح البنك اداريا بتجديد الكفالة من خلال اصدار كفالة جديدة، كويس، وحيبقى الوضع على ما هو عليه، والقيود هنا مش حقوم باللعب اي قيد من القيود، يبقى القيود كما هي، ولكن يقوم البنك بتحرير مخاطبة جديدة بالمدة الكفالة الجديدة اللي هي 4 شهور. اما محاسبيا مش حنقوم بتغيير اي شيء، تمام. بضل عندي هنا ايش؟ في عندي عمولة اضيفت، فحقول من حساب حسابات جارية إلى إيراد العمولة، تمام؟ أو عمولة وخلاص. كم المبلغ؟ كم قيمة الكفالة؟ 90,000. بطلب 90,000 في 2 تقسيم 100، بيعطيني 18,800. تمام هيك. التمرين الثاني نفس التمرين ولكن شامل، تعال نشوف بالمرة. بقول لي هان طلب العميل خالد من البنك إصدار كفالة، طالما طلب العميل من البنك إصدار كفالة، طيب قبل ما أقوم إصدار كفالة
فالعميل بده يدفع ايش؟ عموله وتامين. تمام هيك؟ تمام. فحروح نسبه الايش انه استلمنا منه ايش التامين. طيب كم دفع تامين هو؟ 60% من 100,000. كدش يعني 60,000. وفي عمولة 1.5%، هاي 100,000، 100,000 ضرب 1.5 تقسيم 100,500 قيمة العمولة. والمصاريف ايش عندي؟ إذا المبلغ اللي أنا حطلب العميل إبو 61,500. تمام؟ هاي المرحلة الأولى. بعدين إصدار الكفالة بال100,000. خلصنا؟ هاي المرحلة الأولى. واللي هنا وقام العميل بالتنفيذ الجزئي للالتزام، يعني المفروض يبني البيت ثلاث طوابق، بنى طابق وهرب. بناء عليه لحق بمصلحة الحكومية أضرار بقيمة 30% من الكفالة، فحتقوم هنا تعويض الحكومية الدائرة الحكومية بقيمة الضرر، ماشي 30%. إذا هروح أقول التأمين عندنا قد إيش؟ تأمين عندنا 60,000، الضرر قد إيش؟ 30,000، اللي هو 30%. طيب التأمين قد إيش عندنا؟ 60,000. إذا من حساب التأمينات إلى مذكورين 30,000 إلى حساب إلى حساب مين؟ المستفيد اللي هي الجهة الحكومية، والمتبقي حيروح للعميل إلى حساب حسابات جارية المقاول أو العميل. ثم إلغاء القيد النظامي، ثم إلغاء القيد النظامي. وبهيك كنا انتهينا من الكفالات، ويعطيكم ألف عافية.